قوم روح مغن قوم شوف شو اللي عملته خير شوف شو اللي عملته تعال شوف تعال شوف شوف يصير عم تغشم حالك كمان البرايل هون وينها انا مراهي يا سيدي المراهي تبع السياره اللي كانت هون وينها شو افتحت امي هون قولي اه التهاب دوزات مثل كل مره لا حول ولا قوه الا بالله طيب شو العمل دكتور انا كم مره قلت لكم ونبهتكم انه هالبنت لازمها عمليه شيل لوزات واذا ما شلتوهم بدهم يضلوا ينزلوا مزبوط درتوك مزبوط دكتور بس نحن رحنا على المحكمه الشفومي على المشفى الحكومي وقلنا لهم هالبنت هي بالذات بدها اللوز شيلات بدها شيل لوزات قالوا وقتها شو قالوا يا ربي قال بتسجل جول بتسجل دور وبعد خمس تسهر وبعد يعني راجعنا لا والدرتوك اللي بعتنا لعنده قال بده الفت ستة آلاف بازا كم اللي عم يتعبت قالوا بدهم 6000 ليرة يا دكتور ونحن الله وكيلك ما معنا منهم 100 ليرة فمنين بدنا نجيب والله لازم تدبروا حالكم يا أختي العملية صارت ضرورية إلها وإذا ما استأصلنا للوزات ممكن هالالتهابات المزمنة تأثر على قلبها بالمستقبل شو الحكي دكتور؟ بيقلب على أسرها؟ بيأثر على قلبها؟ طبعا ممكن يأثر طيب ليش هيك طبيبنا؟ يعني سو الشباب؟ شو السبب؟ الله بيعلم هلأ أنت كنت ترضعيها وهي صغيرة من حليبك؟ ولا ما رضعتيها؟ لا دكتور أنا ما قدرت رضعها ربيتها على حليب البودرة مزبوط عم تحكي يا مرتي هديك ستي اللي كانت ترضع أهل الحارة الله يرحمها وكانوا يقولوا لها على وما اذكر دكتور يقولوا لها انبز مضري انبزين والله ما يعني ما بتذكر مزبوط وايه وكان حليبها يدلق دلق على زيت الخين خزيت العين يعني كان في كتير خير من زمان كتير مو مثل بزاز هلا البيت خلص ليش هالحكي هلا لك معليش شو حكي نحنا خلي الدكتور يعرف لا حياء في الدين مو مشكلة جنات نجات الله وكيلك يا در الله وكيلك يا طبيبنا كان دائما فشها مصدي صدرها مفشي شو كنت إلا وأنا صغير إلا شو هاتيتي ليش تلي خلاص شو تطلع من تمها حلوين؟ أبو وكيلة كانت تطالع حليب كتير يعني نافورة يعني كانت تعمل بالتنكة قصدي كانت تعمل تنكة باليوم ايه مدري شو كانت تاكل والله ما بعرف شو كانت تاكل يمكن حلبنة وكرسانة وحلبنة شو كانت تاكل نجاة؟ جلبانة وكرسنة جلبانة وكرسنة بس هذا أكل بقر ايه صحيح بس الله يرحمها يعني كان درسها طيب لانه كان لك خلص هلا نحن بايش وانت بايش ايه دكتور يعني قديش معنا مهله لنعمل العمليه قد ما اسرعتوا بيكون افضل اما هلا رح اكتب لكم على دواء ماما نعم ماما أنا بكرة عندي مذاكرة رياضيات وما درست لحد هلا معلش ماما أنت مريضة بكرة ما رح أبعتك على المدرسة بس قالت الأمس اللي بغيب بدها تحط له صفر لا تقبريني ما رح تحط لك صفر أنا بكرة بروح على المدرسة وبقول لهم أنك مريضة كيفك فافا؟ كيفك بابا؟ منيحة
بس راسي عم يوجعني يا بابا. ارضب ارضب اضرب انا عليك، ما على شرك قلبي يا حبيبتي، ما على ما على تسلسيني. حرارتي مرتفعة كتير. ايه والله يا ابراهيم، من وقت ما رجعنا من عند الحكيم وهي عم تقلي قلي. بسيطة بابا، بسيطة ان شاء الله بسيطة. هاي هاي تسخين للحمولة، تحميل للسخونة، وها هاد الدواء هاد ضد المراجعة، يعني إذا ما بدنا إياها تراجع كتير تاخد منه هذا. وكان معك حق الدواء؟ كل الغلة يلي إجتني من بارح دفعتها، بس وحياة ربي يا وفا، وحياة ربي يا وفا كربوجة، ما في شيء بيغلى عليك يا حبيبتي، ما في شيء بيغلى عليك. انت بتعرفين انه انت عمري انت يا حبيبتي، عمري كله انت يا روحي، بحبك كثير انا. شكرا بابا، انا عم غلبك معي. يلا انا رايح هلا. جنات نجات، بدك شيء انت؟ ما بدك تاكل؟ ما بقدر جنات، نجات ما بقدر، تاخرت. روح إلهي رزقك بحسنة الصغيرة يا رب. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا ربي. آمين آمين. اللهم اللهم. شوفي نجات، من الروح ويا وين، من اليوم ورايح أنا بهالجيبة هاي راح أجمع أجرة عملية وفاء، وبهالجيبة هاي شايفتيها؟ ايه شايفتها. هون رح حس فيها مصروفنا، رح حط فيها مصروفنا منيح هيك. ما رح يلزمنا شيء، روح انت تيسر على شغلك ودير بالك على حالك، الله معك. يلا حبيبتي بخاطركم. نسيت بوسك حبيبتي وفاء على عافيك القلبة، على قلبك العافية إن شاء الله حبيبتي عمري. روحي أنت. الله يعافيك بابا. جاتي أمي حط لك أكل. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا استاذ. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين اهلين وسهلين. اهلين تفضلوا استاذ، تفضلوا. اهلين وسهلين مرحبين. هون تفضلوا. عليك خليها السياره بدي بالها على عيني. ايه على عيني وراسي استاذ. اللهم يا ربي يا كريم ارزقني حالا ملالا ومالا حلالا من عندك يا رب العالمين، فانت اعلم بحالي وحال طفلتي يا رب. ونصف ترجع لعندي، اوعى تتاخرها. واحدة ونصف خلص وصلتي. على عيني فتون. لعيونا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو اللهم استر علينا وعلى عوائبنا، واستر بناتنا يا رب العباد والعزة. إبراهيم يا إبراهيم، تعشرب كاس الشاي في عظماتك. ما بقدر اترك السيارات ابو سليم، مين مناسبه منوب. هلا اترك لي السيارات، ما راح تهرب. ولاد الحمار ولاد الحرام كترانين كتير يا ابو سليم. لك هلا تعال اشرب كاس الشاي، ما راح تخرب الدنيا بهالخمس دقايق. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك. شو إبراهيم، شايف الشغل كارج معك منين؟ كارج عندي 16 سيارة هنيك. الحمد لله، الله كريم. الحمد لله رب العالمين. هيك ما نضل واقفين ورا الشبك مثل ما حبيس. فوت
فوت لجوا لنشرب كاس الشاي. تعال. اي والله منيح منيح اني استفدتني بكاسه شاي حتى دفي عظامي وديني مشتيها مشتيها. تعرف لك ابراهيم من شي ساعه قلعت لك هذا الولد الازعر يوسف يلي بيشتغل بالساحه ورانا. شو هالحكي يوسف اجى لهون وقلعته انت؟ طبعا كان بده يلهف كم زبون من عندك. قلت له روح روح نضبي ساعتك احسن لك. يفص عرمه ينصف عمره وش ما بيصحي على دمه هاد. ليش حاطط نقره من نقري؟ قسما بالذي هو سيدي ومولاي انا ما بيهمني اذا طار من عندي زبون، والله ما بيهمني ابو مليس ابو سليم. بس هلا بنتي يعني مرضانه بنتي، لازم اجمع على اجره العمليه. المرض ابو ملي ابو سليم ما في معه ملعبه. اي والله الله يبعده عنا. لك شو هالدنيا يا ابراهيم؟ شو هالدنيا؟ شو هالدنيا؟ ناس عايشه بالعلالي وناس بتشتهي المصاري. سيدي ربك هيك بده سبحانه وتعالى. بس ابو مليس ابو سليم الفقر بيهون قدام المرض. بتعرف ابي الله يحرمه الله يرحمه شو كان يقوم؟ اسمع اسمع هالجمله يلي بتبدن الشعر يلي بتأشعر البدن. كان يقول الله يستر الفقر بالعافيه. شايف الجملة محلاها أبو سليم؟ شايف محلاها؟ معك حق يا إبراهيم، لأنه إذا مرض الفقير بينفضح. أبي كان فهمان كتير، لا تشوفني أنا هيك هذا، بس أنا استفدت من أبي، استفدت منه، هو أستاذ يعني إلي معلمي بهالحياة وخبرته بالحياة، يعني كان يعرف حكم كتير، حكم ونكات، وكان يكتبها بجمع، كان يجمعها بكتاب، وكل ما شاف شخص غبي يحكمه سلخة يصلخه حكمة. كان يقول لي لو كان الفقر رجالا قتلته، مدري خنقته، والله ما أتذكر، والله ما بعرف. أكيد سمعانا من شيء في الفقوس أو يعني هيك شيء. استاذ يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو ابراهيم غسلت السياره منيح؟ ايه غسلتها منيح 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 كثير منيح. الله معك استاذ الله معك، مهون ان شاء الله. شع هوني استبراكية استفتاحية مباركة مدول لوفاء الله يشفيها. هو دول مصروف الله يشفيها يا رب الله يشفيها. تبري يا ضامي تبري تبري ضامي نو 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 من هنا ان شاء الله حبيبي. جينا نجات نجات جيت انا نجات نجات. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف اليوم؟ طمنيني ان شاء الله احسن. الحمد لله صارت احسن. وخفت السخونه سيطره؟ خفت من شوي لنيامتني. رضب
ارطب ارطب علي اضرب علي انا ان شاء الله ربي يعافيها. امين يا رب. اقرب وقت خدي امسكي هي رزقت امبارح. شو ها بس 130 ليره؟ لا لا لسه معي باقي الجيبه كمان، يعني بدك تقولي شي 150 ليره بس هدول عم صمتهم مشان عمليات وفاه هون حاطينهم. هات لخبي لك اياهم معي. لا لا خليهم معي معلش ما راح طالع منهم قرش واحد قبل ما يصير 6000. طيب مثل ما بدك حبيبي. انتي انا جبت لك كعك وحليب مشان طعمهم الصغير. ايه على راسي الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا لالي. ما بدك حبيبي حط لك تاكل؟ لا 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 انا نحسان كثير هلا وتعبان وبدي نملي شوي. طيب يلا تصبح على خير. بدي نملي. اليوم الحمد لله صار احسن. ليش بعتيها على المدرسه؟ قلت لك لا تبعتيها على المدرسه، بعتيها على المدرسه انت. ايه شفتها صارت منيحه قلت خليها تروح. ما بصير هيك يا مخلوقه. ما بصير. بعتك اياها بعتك لها للمدرسه جنان بجنان. ما بصير. هي صارت تبكي ما رضيت، قال غابت كثير. تقدر اضاميها بعيد الشر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يلا هانت هانت مسألة. تعرفي صار معي 4000 ليرة. الحمد لله الله عم يرزقك بحسنة الطفلة المريضة. أكيد أكيد عم يرزقني عم يرزقني. اللهم لك اللهم لك الشمد والحكر. الحمد والشكر يا ربي. يلا بخاطرك هلا وين رايح؟ في شي جنات نجاة؟ انتبه اليوم عم يقولوا في برد كتير وهوا بارد. في برد؟ أعطيني إياه كان كبوت حتى ألبسه. شو نسيت؟ ما عملته جاكيت لوفاء. أيوة أعطيني لحشتين. يلا بعدين يلا قوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ. يا مين؟ مرحبا. شو مين منو هذا الواقف اول الشارع؟ شو قصدك مين؟ لك في شخص واقف والا ما بدون يحط السياره عنده باش وسطها. شخص واقف عرفته هذا اسمه يوسف غليظ كثير بحب يتسلط على الفرجي. تفضل استاذ انت تفضل. غليظ كثير روح شوفه روح شوفه. يلا يلا راح شوفه. وين رأي استاذ؟ على مل هالكواكب. لي خلص صف السيارة هون عندي. شو بدي روح من هون لهنيك مشي؟ قريبة كتير استاذ، بعدين هون أمل لك، ترجع بتلاقي السيارة ملمعة تلميع، وإذا بدك بعير لك دواليب كمان. والله شي حلو شي ظريف. فضل فضل لهون. خلي المفتاح بقلبه. كمشتك. شو عم تساوي هون ولا؟ شو عم تساوي هون ولا؟ قل لي شو عم تساوي؟ شو عم تساوي يعني ما عم تساوي شيء؟ لا لا عم تساوي ايه عم تساوي انت وميت عم تساوي؟ انت جاي تخطفني الزباين مكوى الملاهب مالها الكواكب انت؟ انا؟ طبعا انت، انا سمعتك عم تقول له للزلمه
حط سيارتك عندي وبدوب لك المعايير وبعير لك الدواليب. هيك انت قلت له. وإذا أنا قلت له أنت شو دخلك؟ لك شلون شو دخلني؟ غاي شلون شو دخلني؟ روح من وشي ولا روح من وشي من ساوي أدنيجي وأدنين أربعة ولا؟ لا أنت بدك تساوي ليكم شو بدك؟ عم قلك روح روح قبل ما قلت شكف كف على وشك سن لك هرارك هر لك سنانك ولا لا رو 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 قبل ما تمرجر رو تعلم الحكي بالاول رو تعلم الحكي خلاص 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 لا تطاول ولا والله 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 العظيم بشطلك بشمطك ادنك ها بشمطها شايفها صغيره بشمطها لك انت تشمط ادني يا قسما بالله لو ما كنت اجدي كنت وقفتك عند حدك صحيح انا جد قدك بس مفعولي كبير انا يا غرايا هلا انت 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 فهمني شو بدك لك شو حمار حمار انت ولا حمار هيك من امك ولا ورثتك مثل حمار انت حمار يعني انا اللي بيقرب على ساحتي بخلع رقبته ولا عم يضرب جوزي عيونك ولك لهلا ما عندي الا سيارات بدي اساوي عمليه لبنتي شو يعني وانا كمان خاطب وبدي اتجوز ليش شلون بدي اتجوز لك العمى شو انك تنبوق بندوق العمى حلعن سمانة بالغلاظة ولا يخرب بيتك شو سئيلك يخرب بيته يخرب بيتها لا شو وقف لك أهلا وسهلا يا بيك أهلا وسهلا فضل صف عندي فضل لا ترد علي يا بيك هالساحة ساعتي لازم الصف عندي أنا لا سيدي بس صف عندي أنت اشتغل خلاص ولك أنت بتطلع أنت خلاص لك حاج عي أنت وياه بعد هيك انت وياه بعد هيك شو في يا عوني منو هدول سيدي هدول نواطير سيارات كل واحد بده ياخذنا لعنده هيك لك انا وين محرسك انت ولا هون استاذ انا هون وانت ولا سيدي سيدي انا هنيك قدامك والبلاهي قدام ملهى الكواكب روح محاب الختيار اهلا وسهلا بالبيك بتحب امسح لكم السياره سيدي انت تمسح لي السياره يا ابو خرقه اضرب انت وغسيلك اي ما صار لي ساعتين غاز السياره انا فكري ادخم اخدم تعال لك اذا بدك تخدمني بتدير بالك على هاي السياره حقها نص مليون دولار تعرف قديش نص مليون دولار يعني بشتريك وبشتري عيلتك ونص حارتكم يا ابو شو قلت لي ابو خرقة يا ابو خرقة تبيت شو عمي لك نعم نعم اهلا وسهلا ومرحبا يا الناس كيف يا اهلا وسهلا حالك علينا بركات يا سيدي وين راح تقعدنا هالمره يا فريز كل المحل حسابكم تفضل شوف سيدي انا بدي طاوله واحده بس شايف شو انا قنوع انت دائما انت احسن طاوله يا الناس كيف تفضل تفضل راكبه طاوله ماشي حالك منيحه شو بتحبوا جبتوا سيدي انا بدي هلا اجيب لي مدام فطوره بس أمرك يا سيدنا بس مدام فتون لسه ما وصلي بعرف حكيت معه وقالت لي على الساعة 12 بتكون هون سيدي مدام فتون عندها نمرة بملهى الباتومان وأكيد أكيد بعد شوي راح تجي عظيم لأن الملهى تبعك ما بيسوى قشرة بصلي بدونها أمركم هماش بيك أمركم الراقصة فتون فنانة كبيرة كثير كثير على تيمو من شرفك كنت جاي آكل أشرب عندك وبس يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا استاذنا انا غسلت لك السياره من برا بس ما قدرت اغسلها من جوا استاذ الله يعطيك العافيه الله معك الله معك انت
استاذي استاذي الله معك، الله لا يرمح، الله لا يحرم اهلك منك. ليرة نعمة كريم، هي 20 لوفاء وعشرة مصروف، لأنه وفاء مريضة تقبر قلبي يا حق، الله يعافيها ويشفيها بجاه 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 الرسول الكريم. هي صار 4,370 ليرة. يلا قربت أكيد لآخر الشهر بصير معي 6,000. آني بكرة بإذن الله أخذ حبيبتي على الدكتور. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. نحن صرنا جاهزين للعملية. قدروا تدفعوا التكاليف؟ نقدر نقدر، ليش لحتى ما نقدر؟ صار لي مدة عم صمصم القرش ورا القرش حتى صار معي حق العملية، مشان وفوقها الحلوة، مشان وفوقها. ألو حسان، جهز لي غرفة العمليات بسرعة. تقربيني تبقريني تقبريني يا حق ما احلاكي. حبيبتي انت، حبيبتي الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. كيفك عمو اليوم؟ الحمد لله منيحه. افتحي تمك لشوف. شطوره، في وجع شي هون يعني؟ ايوه. بتحبي البوظه؟ ايه. على شو بتحبيها؟ على فريز. خلص هلا بقول لهم يبعثوا لك على فريز. الله يخلي لكم اياها. دكتور بنقدر نطلعها اليوم على البيت؟ ايه بتقدروا، ما في مشكله. دكتور معلي إذا بكرة رحت على المدرسة. وليش مستعجلة كتير؟ هلأ بترتاحي 3 أيام بالبيت وبعدين بتروحي، منيح هيك؟ إبراهيم. ها نعم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يخليك، الله معك، الله معك أستاذ مهوني. دير بالك تكون الأرض يعني يكون جليد أو مزمتي. 20 ليرة كنت تساويهم 30، شو كان صار؟ جوا بترقصوا الطمارة، بتتمروا الرقاصة بالخمسميات وعلي بتبخلوا. ليش؟ شو عمل كريم؟ يا لطيف على هالبرد، شلون بدي اوصل لبيتي باخر الليل؟ يا ريت صاحب هالسيارة يوصلني، اكيد لما رح يطلع ويشوفني رجف رح يوصلني. في مرة واحد قلبه من الله وصلني. اهلا وسهلا مرحبا. الله يملسك الله يسلمك. شباب كأني شايفك بردان، مو هيك؟ دبران بردان. نعم سلامتك. خذ البيس ودفي حالك. خذ لبسه. ما بصير هيك. معقول الحكي؟ شو حكي هذا؟ معقول شوفك عم تموت من برد قدام عيوني؟ اعوذ بالله. ولو الله يخليك ويملسك ويسلمك يا رب.
تفضل سيد ابراهيم، بتكفي هاي؟ بتكفي وبتزيد. قفل الركش. الف شكر لك يا بك، بس يا ريت تصرفوا ليها حتى وزع بجيبتين. طيب وهي واحدة تانية، حط واحدة هون وواحدة هون، تفضل. نفس المشكلة، بدي حط هون أقل من هون. خذن كلهم. الله يخلينا ياك، الله يعرض سترك إلهي، أي يستر عرضك إلهي. ما قلت لي سيد إبراهيم، حبيبي أنت وين ساكن؟ أنا ساكن يا سيدي بدبر العشعيش. أنا بعيش الدبابير. وين؟ وين هالحي هاد صاير؟ بحياتي ما سمعت فيه. لا عم أقول لك أنا وين؟ بدبر العشعيش هنيك ساكن. تعرف تعرف شرطان الكهرباء؟ شرطان الكهرباء؟ ما هو شو ظريف أنت؟ تقفش أعضابي. بعيد من هون بعيد؟ نص ساعة رلت تلت أربع ساعة هيك شي يعني. يا لطيف اطلع، ما يطلع بس ما بيصير. أعوذ بالله، شو ما بيصير؟ أعوذ بالله. تعال حبيبي، تعال جنبي. أملك مغن. أملك شوف شو اللي عملته. خير شوف شو اللي عملته. تعال شوف. شوف يصير. عم تغشم حالك كمان؟ المراية اللي هون وينها؟ أنا مراية يا سيدي. المراية تبع السيارة اللي كانت هون وينها؟ شو طاسك العمى؟ يا سيدي الله وكيلكم. ما خندي عبر، ما عندي خبر. الله وكيلكم يا سيدي. يعني وين راحت المراية؟ طارت؟ ركب له شنحان؟ يا سيدي بيش لي الحف لكم، احلف لكم. خلاص لك واحد حرامي انت. انا حرامي، انا حرامي. الله وكيلك يا سيدي، انا زلمة درويش على باب الله، ما مديت ايدي لا على مراية ولا على غيرها. عوني بور سيدي، اتصلي بالعميد هزان الشرطة الجنائية. امرك سيدي. يا سيدي الله يخليك، ما في داعي للشرطة. ماشي خلصنا بقى، خلينا نمشي، ترك الزلمة بحاله. فتون لو سمحتي، انت ما دخلك. انا رجال ما بتنازل عن حقي مهما يكن. المراية بتطلع يعني بتطلع. من وين بدي طالعها يا سيدي؟ بتطالعها من محل ما خبيتها يا حرامي. لك انت من اول ما اجيت وانت ناوي تسرقني، وعلى شو؟ تعال حط سيارتك عندي، وتعال حط سيارتك عندي. لك هالافلام علي ولا ما بتمر علي يا حقير؟ لك انا مو غير يلي بيعرف شلون بيشتغلوا الحراميه. واحد حرامي، جر لي على الجنائي ولا جر لي، جيبه. خلاص فتون اذا بتريدي. امشي معي لالا. الله يعرض سترك، الله يستر عرضك. انا بعيلتي رقبي، انا برقبت عيلة وعندي بنت مريضة يا سيدي. طول بالك هماش بيك، ايه مالك شايفه فقير ومعتر؟ ولك اخ كل البلا اصلا الفقراء والمعترين. الله يوفقكم، الله يوفقكم، عندي بنت مريضة. طولوا بالكم يا سيدي، طولوا بالكم، والله شغله مو محرزه. لا سيدي، محرزه ونص، وانا رجال ما تعودت اتنازل عن حقي مهما كان صغير. شو بسيدنا؟ يا بجيب المراية اللي سرقها، يا بيدفع لي حق واحد جديدة وأصلية. والله مو انا. بدك تعطسها. الرجال عم يقول انه ما سرق شيء. خلصنا، معناها لازم يدفع لي حق مراية جديدة. وقديش حق المراية سيدنا؟ 6500. معك 6500 ليرة يا إبراهيم؟ يا حزرة ما معي شيء، ما معي. سيدي بتسمح لي فتشو؟ طبعا لازم تفتشو. تعال. يا مجاعه، يا مجاعه يا جماعه، ما معي شيء يا اخوان. اذا بتريدوا حرامي ونصر. والله ما معي شيء يا اخوان، اذا بتريدوا. خلصنا بقى هماش، خلينا نمشي بردنا. فتون طولي بالك، هلا راح تشوف كيف راح تظهر الحقيقه. قلي لي شوف قديش طلع معك. مو كثير سيدي، 80 ليرة بس. 80 ليرة بس؟ لك هدول ما بيطلعوا حق برغيين. لك فتشو. سيدي أكيد في بالجيبة الثانية معه، أنا متأكد. لا الله وكيلك، ما معيش شيء. ما معي سيدي، دخيلك. دخيلك سيدي، صار لي ثلاث أشهر عم لم مصاري مشان سوي عملية لبنتي. هي 4500 سيدي. كذاب وحرامي. يا سيدي ليش لحظتك كذاب؟ الرشيطة شو كاتب للدكتور؟ كذاب. اسمعوا، لا انا هدول مصاري هعتبرهم حق المراية اللي سرقتها حضرتك وحطيت حقها بجيبتك، فهمان؟ يا جماعة، يا جماعة، اذا ما مصدقيني
روحوا شوفوا، روحوا شوفوا بنتي المريضة بالبيت، كل يوم بينزلوا عدان بناتها، بناتها دهنا كل يوم بينزلوا. كذاب. اسمع، هذول 4500 بقيان 2000 ليرة على 6500 بس، ولا يهمك. غيلك يا سيدي، الله يخليك. الدكتور قال إذا ما عملت لها العملية راح يأثر على قلبها. الله يخليك يا سيدي. شفتي ولا بنتي هلا؟ إلا إنه أبوكي نصاب وحرامي. اطلعي فتون، اطلعي. ولا يهمك، دير بالك على حالك. معلم، شوفوا المراية المكسورة. ومن ايمتى انكسرت هاي؟ شو نسيت معلم؟ اليوم بكير لما ابنك المحروس اخذ السيارة. اي والله نسيت. يا لطيف يا لطيف، شو صاير عم انسى هالايام. معلمي، شو بك؟ شو رأيك بكرة اشتري لك مراية جديدة؟ لك شو بك اجدب انت؟ شو نشتري ما نشتري؟ بتنزل بكرة على مستودعات المؤسسة بتطلع واحدة جديدة وبتركبها. شو فتون خانو؟ شو بك يا حبيبتي؟ ولا شيء، حاسة نفسي عم تخبط وبدي راجع. اي بسيطة، تكون اخذي برد. لا مو برد. معلم، يا معلم، صباح الخير. شو يعني ما بدك تاخد اجرة غسيل السيارة؟ خود خود. بسيطة، ولا يهمك، دير بالك على حالك، الدنيا برد. الحمد لله. ايوه شاي. شو يا صاحبك ابو نضال، ما بين لحد شو قصته؟ معروفه، شايف قلبه بالشطرنج مثل العاده. يا جماعه قديش مرق على راسي ناس، بس مثل ابو نضال بينقرق بالغلب ما مرق. لك يا رجل ما بينام الليل هو عم يفكر بالموضوع. كاسه شاي ابو سطيف. شو ها؟ الله يستر. شو خير؟ الله ما يعرفك. شو هالفرام القوي؟ يا لطيف، هذا ما يكون حدا تنزل. يا لطيف، الله يسترنا، الله يسترنا. يا لطيف يا لطيف. خير ابو سليم؟ شو في؟ الحمد لله سليم، ما صار شيء. لك كان شو هالفرام القوي اللي سمعناه؟ هاي من صبحي كانت عم تطلع الشارع، ولولا مطف الله ما كان ضربت السياره. لا حول ولا قوه الا بالله على الطريق المنحوس. وقال شو؟ هذا اوتوستراد دولي، يعني معقول اوتوستراد طويل عريض مثل هذا لا في نفق ولا في جسر؟ العمى وين صارت هي؟ روح اسال المسؤولين اللي قاعدين ورا مكاتبهم الفخمه، مو حاسين شو عم بيصير بالبلد. ليش عم يردوا علينا؟ يا الله وكيلك في خندق قدام باب بيتي صار له محفور اكثر من سنتين، مليان مي وزباله واكياس نايل واناني كازوز، صار واقع فيه 3 بسكليتات وطنبر مازوت واربع زلم،
وليش حافرينه ما حدا بيعرف، وامتى بدهم يردموه العلم عند الله. امنتوا بالله على هالنهار؟ لك شو عم يصير يا جماعه؟ في سياره ضربت ابو النضال وهلبت. يا ابو ريس استنوا يا ابو النضال، شو يا ابو ريس استنوا الاسعاف. مرحبا. اهلين اهلين وسهلا. هاي كاسه مول وهي علبه الدواء، هاي كل ست ساعات حبه. شكرا ان شاء الله معافى. الله يعافيكي. مع السلامه. على كل حال الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله بعد شهر بتقوم مثل الحصان. ان شاء الله ما تشوف شر يا ابو خالي. بس يا جماعه هالقصص ما عاد ينسكت عنا بنوبها، يعني لولا لطف الله هالزلمه كان راح فحص وضع غريمه. طب شو بيطلع بيدنا يا استاذ حسان؟ هي بعتنا شكاوي للجرايد ونشرنا مطالبنا بالاذاعه والتلفزيون وبالانترنت وما حدا عم يرد، شو ممكن نساوي اكثر من هيك؟ لك انا اللي بدي افهمه بس انه هالمسؤولين ما بيقروا جرايد. بالعكس بيقروا، وكل مسؤول اول ما بيفتح الجريده بيدور على اسمه واسم مؤسسته قبل كل شيء، يا ترى مذكورين شيء بالزوايا النقديه، واذا صدف ولقى شيء زاويه عم تنقده وتنقد مؤسسته بينتفض بدنه وبيرتعب وبيخاف على كرسيه، وبيبعث مقال طويل عريض للجريده بيشرح فيه يعني مناقب مؤسسته وكيف انه يعني خرطوا الخراط ومات. قلتك فالج لا تعالج، ما في فايده. بس انا من رايي يا جماعه نتحرك تحرك تاني. شلون بقى؟ يعني هيك من بعيد لبعيد ما رح يمشي الحال. شو لازم نساوي لك؟ لازم نقابل المسؤولين وش لوش، نروح لعندهم على بيوتهم على مكاتبهم على فيلاتهم، لازم نقابلهم نشرح له الوضع. طلعت ايد المسألة. هو معك حق، وبغير هالطريقة ما رح ناخد نتيجة. وبصراحة الصحفيين المساكين ملوا من التنبيه والتحذير والتنديد وما طالع بيدهم شيء. أنا سمعت إنه معظم المسؤولين المهمين عاملين يوم بالأسبوع للمقابلة، وإذا بدكم تروحوا خلينا نقرر من هلا. أنا ما عندي مانع. لكن أنا بروح معكم كمان، بركي إذا شافوا حالتي بعينهم بيحسوا بأهمية الموضوع وبيتحركوا. شو صار معاه؟ قلت له إنه وفد من أهالي حارة ابن بطبوطة جايين يقابلوه. قلت له شو قال؟ قال طولوا بالكم شوي، عم يحكي مخابرة دولية على التلفون. ليش جايبينه لهاد؟ لا تقول هاد، احترم نفسك. ها انا اسمي ابو النضال. طول بالك ابو النضال، لا تعملنا مشكلة من اولها. العمى ما اغلظوا، حتما معلمه اغلظ منه ولا ما كان حطوه، لانه الناس على دين ملوكها. حاضر معلم، تفضلوا فوتوا، بس لا تطولوا، المعلم عنده اجتماع بعد 10 دقائق. محمد اسلوب بدنك سبب، عنده اجتماع بعد 10 دقائق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله، أعوذ بالله. خير إن شاء الله. شوفي شو بقول أخ؟ تفضل تفضل عود ارتاح. أهلا وسهلا فيكم، خير شو بكم؟ شو بقول أخ يعني؟ الحقيقة يا أستاذ اخونا ابو نضال ماشي بالطريق وقامت. معلش انت اسكت يعني، عفوا خليني اسمع من تمه مباشره. تفضل احكي يا اخ، شو صار معك؟ الحقيقه انا كنت عم بقطع الشارع الدولي اللي فتحوه بحارتنا وانا رايح على القهوه. ايه؟ وفجاه ضربتني سياره مسرعه وهربي. يا لطيف يا لطيف، تلطف. الله اكبر كبير، الحمد لله على السلامه. ان شاء الله الحمد لله على السلامه يا اخي. معلومك سيدنا، هالطريق صاير مصيده لاهل الحاره كبار وصغار، لأنه الأوتوستراد طويل كتير وما في محل نقطع منه. جد عم تحكي؟ ما في محل تقطعوا منه؟ بتصدق يا أستاذ إنه جارنا أبو إسماعيل حط ولاده بالبيت وما عاد السرجة يبعتوا له على المدرسة؟ شو هالحكي؟ حطهم بالبيت؟ لا 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 لا، حدا بيحطهم بالبيت؟ والجمعة الماضية يا أستاذ انفعس بياع اليانصيب الأعمى وهو عم يقطع الأوتوستراد. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. رامي قهوة لو سمحت للضيوف اللي عندي. ايه سيدي، بايش بقدر بخدمكم؟ ما قلتوا لي ليش جايين تقابلوني انتو؟ استاذ نحن في عنا شوية مطالب ومنتمنى من جنابكم انكم تنفذونا اياها. ولا يهمك ولا يهمك، انا عرفت مطالبكم، يعني انتو بدكم نلاقي حل لمشكلة الطريق الدولي، مو هيك؟
دايمي. وبعد اذنك استاذ، في لنا كمان مطالب تانية. خير، شو المطالب بقى؟ الحقيقة اجتمعنا انا والشباب وكتبناهم على ورقة، رح اقرا لك اياهم. لا لا ما في داعي يا اخ، ما في داعي، اعطيني الزبدة وانا رح استوعب. اول مطلب سيدنا، بعد امرك يعني، بعد امرك، بدنا منكم تعملوا لنا جسر على الاوتوستراد. حلو، جسر فوق الاوتوستراد، ها؟ مشان يمشوا عليه الناس يعني. طبعا طبعا، البهايم لك. وبدنا كمان من جنابكم تسعونا بمنع قطع الاشجار عنا بالحاره. ليش عم يقطعوا شجر بالحاره؟ ايه والله يا سيدي. ايه يا لطيف، الله اكبر كبيره، شو هالجهل هذا؟ ومين عم يسترجي يقطع الشجر؟ البلديه. مو معقول، مو معقول منوب، انا مستغرب تماما. ايه سيدي لا تستغرب، قال مشان يعرضوا الطريق حتى تمرق السيارات. فهمت عليك، فهمت عليك، قطع الشجر مشان تمرق السيارات، ماشي. غيره شو في لكم مطالب كمان؟ بدنا لو سمحتوا تروحوا لنا الجور والخنادق اللي بالحاره. شو بالظاهر عندكم جور وخنادق بالحاره على هوا؟ ما عم بفهم، مو هيك؟ ايه والله سيدي. قديمه ولا جديده؟ قديمه. الله وكيلك يا ابو معتصم، في جور قبال بيتي صار لها سنتين. اعوذ بالله، الله اكبر كبيره، سنتين؟ بصراحه كثير هيك يعني، ما بيجوز تضل سنتين. وان شاء الله ما عم تقع فيها وانت فايت وطالع على البيت. لا، لأنه تعودنا عليها وصرنا ندير بالنا. الحمد لله، الحمد لله وألف الحمد لله، لأنه الواحد إذا وقع بجورة ممكن يتأذى لا سمح الله، ممكن جدا. بس أنت كمان يا أخ، يعني شلون هيك ما درت بالك وأنت عم تقطع الشارع؟ إيه مالك ولد صغير أنت؟ شواربك بوشك رطل، لازم تلتفت يمين وشمال وتتأكد من خلو الشارع من السيارات وبعدين بتقطعه. نصيبي أستاذ، هذا اللي صار يا أبو معتصم. على كل حال الحمد لله على سلامتك. وشو بيقول الشاعر الكبير؟ ما اتذكر شو اسمه، يمكن من اصعب المعلقات ولا ما بعرف، بيقول من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. غيره شو في عندكم مطالب؟ ويا ريت تعطوني الزبده. سيدنا اسمنا اجينا لعندكم وشرفنا مقابلتكم، ولانه يعني بصراحه ما بيصح لنا نشوفكم على الطالعه والنازله. بالضبط، ومشان هيك بدنا من حضرة جنابكم تسعونا يعملوا لنا فرن عنا بالحارة. وصندوق بريد كمان. ليش ما عندكم صندوق بريد بالحارة؟ لا والله يا سيدي ما عندنا. إذا بتحققوا لنا هالطلب كتر الله خيركم. هو والحق يقال، مطالبكم على عيني وراسي، وكلها مطالب عادلة، لا فيها شطط ولا مطط ولا غلط، والمفروض تكون محققة من 35 سنة. إلك يعني قبل وجودنا. بس الحقيقة لا، شو بدي احكي، بس مضطر احكي الصراحه والصدق، لانه اقرب طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم، ولا شلون؟ انتوا ادرى يا سيدي. يعني يلي بقصده يعني بيخجل الواحد. شو الحكي، بيخجل. ايه تفضلوا سيدنا، تفضلوا، لا تخجلوا، قولوا، نحن مستوعبين. يلي بدي اقوله وبمنتهى الشفافية والصدق، أنا بموقعي كمسؤول هون ما بيطلع بإيدي. شلون ما بيطلع بإيدكم أستاذ؟ مثل ما عم قلك، ما بيطلع بإيدي ولا بشكل، يعني ولا حتى نص الطلبات ولا حتى ربعة. يعني صندوق بريد بالحيط بشي حالة ما بمون ركبه. معقولة أستاذ؟ معقول ونص؟ هذا يلي صاير معي. بتصدقوا بالله انه هذا الازن يلي متصنبع جوا ورا الطاوله ما عم يطلع بايدي غيره، او انقله، او جيب واحد بداله؟ عم خاف منه لهالدرجه استاذ؟ لهالدرجه وقتها؟ لانه هالزلمه وراه تقال وكبار، وياما متغالص على بشر ومزعل بشر، وانا من تمساكيت لك الحق بايدي يا جماعه. حبيباتي لا تطلعوا فيني هيك، يعني عم تخجلوني انتو. الحق بايدي، لانه لو غيرته بجوز هالشي اثر على موقع الوظيفي. لا تروحوا بعيد، ابني يلي هو ابني من لحمي ودمي وقرة عيني، ما قدرت انقله من مدرسة لمدرسة.
هيك قلكم يعني؟ لك ارجوكم لا تحلموا فيني وتخجلوني، اما قدرت ما طلع بايدي. اسمعوا هالقصه. الي جار غليظ ثقيل كثير عم يعمر مخالفه على الاسطوح اللي فوق مني مباشره، وعم يكشف داخليه بيتي للعمق لجوا. بصراحه ما حسنت منعه، ما حسنت بقى، هذا هو الواقع، وارجوكم يعني تقدروا صراحتي وشفافيتي معكم. لوين فازين؟ لوين فازين؟ حلفت بالله ما بتقوموا، حلفت بالله. لا معلش يا استاذ، في عنا شويه شغل. لا والله حلفت بالله الا تعدوا، لازم ضيفكم مره تانية. الو مرحبا حبيبي رامي، الله يرضى عليك. طعم قهوه تاني لو سمحت. ايه عيني. سمعتوا شلون انا حكيته بلطف؟ يا ريت سمعتوه هو عم يحاكيني بوقاحه. فكركم ليش حاطين لي اذن وقيح؟ شو اصلا من هالشي يا ترى؟ يا ميت اهلا وسهلا بك وزيد، تفضل. تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. بصراحة الرجال استقبلنا وكان صريح معنا وما كذب علينا وضيفنا كمان. قالوا ضيافة قال، ايش وفاكي على استقبال ولا على مضافة؟ المهم تنحل مشاكلنا، يعني لهلا ما انحلت ولا مشكلة منهم، لقونا حل استاذ حسام. طيب شو رأيكم نقابل أبو عباس؟ هذا تقيل كثير وبيقدر بيساعدنا. أبو عباس؟ لك إيه عم يقولوا كلمته ما بتصير تنتين وإيده طايلة. بيستقبلنا يا ترى؟ لك طبعا بده يستقبلنا غصبا عنه، عم يقولوا في اوامر من فوق بتفرض على المسؤولين يقابلوا المواطنين يوم واحد بالاسبوع على القليله. وامتى دور استقبال ابو العباس؟ خلونا نسال. يا شباب ابو عباس شو قصتك؟ طولتي هالمره الغيبه علي، بصير هيك يا دينا؟ اتصلت فيكم لهون على مكتب مرتي وما لقيتكم. هذا من سوء حظي، لاني انا الاسبوع الماضي الماضي كنت بوفد مع السيد الوزير باليونان يعني. ف عفوا تفضلي، شو بكي واقفه؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا مرحبتين. شو تشربي؟ نجيب قهوه مره؟ لا عفوا انا ما بشرب قهوه مره. ما تشربي مره؟ ايه بسيطه، منجيبها مره بتحطي اصبعتك فيها بتحلى. شكرا انا ما بحب القهوه نهائيا. طيب لنلاقي حل، شو بدنا نسوي؟ منضيفك لأنه بتعرفي. تشربي بارد؟ مثلاً توت شامي، تمر هندي، عيران، مانجا، أناناس؟ لا شكراً، مستعجلة أنا شوي. شو مستعجلة أنت التانية؟ إيه نحن ما صدقنا على الله أنت تزورينا يا دينا. صدقيني زيارتك إلي حدث تاريخي يؤرخ بتفاصيل حياتي اليومية، والله العظيم أهم من الأحداث السياسية، هيك قليك؟ اي والله وربي عم يسمعنا ملعون كثير حاكم هاد. شو رايك تشربي؟ لحظه شو رايك تشربي على ذوقي؟ هات مانجا فريش. ليش في احلى من الفريش؟ يا فريش انت يا حلوه. استاذ يمكن حضرتك بتعرف ليش انا جاي لعندك؟ مشان مسابقه اختك سراب على ما اعتقد، مزبوط؟ مزبوط، وعم يقولوا انه النتائج قريبه. ايه صحيح، سأليني الي. طيب بصراحه استاذ، حضرتكم بيطلع بايدكم تنجحوها ولا لازم احكي مع حدا تاني؟ الله يسامحك يا انسه دينا، يعني معقول انت؟ شلون ما بيطلع بايدي يعني؟ انا اللي بيطلع بايدي اصلا. أنا بدي خدمة للحلوين الفريش يلي مثل حكايتك. عطيني وكيل الوزارة بسرعة لو سمحت. يلي عجبني فيكم يا شباب الدقة بالموعد، يعني أنتوا اجيتوا على الوقت تمام. اي نعم سيدي، بصراحة صرنا ساعة واقفين على الباب. برافو عليكم، يلي بيحترم الوقت بيستحق الاحترام، وانا تعاطفا معكم راح اعطيكم من وقتي ربع ساعه
منيح هيك؟ الوقت ماشي عليكم ها؟ تفضلوا هاتوا الخلاصة. سيدي باختصار أحوال الحارة تعبانة كتير، من سنة فتحوا طريق الأوتوستراد والسيارات عم يمشوا مثل الصواريخ، عم تصير حوادث كتير سيدنا. عندك إثبات؟ سيدي الجرايد عم تكتب عن هذا الموضوع بشكل يومي تقريبا. لك شو جرايد؟ مرحبا جرايد، أنا ما بصدق كلام الجرايد، بدي إثبات حسي. أنا الإثبات الحسي سيدي. شلون يعني؟ سيدي من أربعة أيام وأنا عم بقطع الشارع إجت سيارة مجنونة وأخذتني بطريقها وهي أنا قدامك. ها؟ لا لا هذا مو إثبات جواد. عفوا شلون مو إثبات سيدي؟ يعني بجوز تكون واقع من على الأسطوح أنت. سيدي تفضلوا، هي تقرير الشرطة وهي ورقة من المستشفى. ايوه ماشي الحال. والثاني ايوه صدقناك. شو المطلوب هلا؟ يعني بدنا تبنوا لنا جسر فوق الاستراد. ايوه طيب بسيطة. شو؟ بدهن جسر. غيره؟ سيدي بدنا تطمونا هالجوار والخنادق عنا بالحارة من سنتين. يعني يوجد بحارتكم جوار وخنادق غير مطمورة من سنتين؟ نعم سيدي. بدي إثبات. سيدي هي صوتي وأنا واقع بالجورة والناس عم تطالعني منها. شبه هاي صورتك؟ اي نعم صورتي. حلوة. مين أخذ لك إياها؟ جارنا وكان شمتان فيه. وليش شمتان فيك بقى؟ لأني كنت شمتان فيه لما نوقع فيها هو. ظريفة هاي شغلة الشمات المتبادلة. على كل حال أنا رح أقبل بهالصورة كدليل. المطلوب ردم الحفار والخنادق. غيره؟ سيدي مشان الأشجار. شبه الأشجار؟ البلدية عم تقطعهم بالليل مشان ما حدا يشوفهم ويحتج. هذا اتهام خطير. عندك إثبات؟ ايه نعم سيدي عندي. هاي صورة لرئيس البلدية وهو عم يقطع شجرة عمرها 50 سنة بالليل. متأكد انه هذا رئيس البلدية؟ نعم سيدي متأكد. طيب والمطلوب؟ منع قطع الأشجار ومعاقبة الفاعلين. طيب وقف قطع الأشجار ومحاكمة الفاعلين. ماشي وهي راح نحتفظ فيها كدليل. اي سيدي باقي لكم 5 دقايق ها، استغلوا وقتكم بالمفيد. سيدنا بدنا فرن وبدنا صندوق بريد. يعني ما عدكم لا فرن ولا صندوق بريد؟ لا ما معقوم؟ شو الإثباتات؟ سيدنا اسأل. هي التليفونات قدامك اسأل. بعرف قدامي لكن ورائي، بس انتو اللي لازم تجيبوا الإثباتات مو أنا. طيب سيدنا بلا فرن وبلا صندوق بريد صرف نظر عنه. ما بدكم يا عم؟ بلا ان شاء الله. لا فرن ولا صندوق بريد؟ ما بدنا سيدنا. سحبتوا يعني؟ سحبنا سيدنا. طيب وان شاء الله بنشوف الحل السريع على ايديكم سيدنا. ماشي الحال، اصبح باقي لكم على هوا ما اذكرون، باقي لكم الجسر فوق الاستراد وتمر الجوار وشو؟ قطع الاشجار، مو هيك؟ اي نعم، اي نعم سيدي. طيب يا شباب انا رح اقول لكم كلمتين صغار. صدقوني يا حبيباتي انا ما بيطلع بايدي. هو صحيح أنا إلي مركز مهم وأضرب وأطرح، بس للأسف ما بيطلع بإيدي. هيك لكم ما بيطلع. بتصدقوا إنه صار لي سنتين طالب تصليح الكونديشن أو إحضار كونديشن جديد للمكتب ولهلأ ما جابوا لي إياه؟ بتصدقوا إنه مبارح الشرطي كتب ابني مخالفة لأنه عم يشفت، ولما قال له أنا ابن فلان قال له الشرطي
شي بيهوي؟ يعني شباب، يعني بتل بيقولكم تورجي عزرك ولا تورجي بخلك. على كل حال خلص وقتكم، انا اسف عندي موعد تاني بعد دقيقتين ونص. خلونا نمشي شباب. اي اهلا وسهلا فيكم. يا اهلا وسهلا، الله معكم، مع السلامه، شرفتوا. شكلين وفد ورايحين لعند المسؤولين. ايه شو بك رح نقول لهم؟ شو بدنا نقول لهم يعني؟ بنقول لهم يلي عم بيصير معنا. تفضلوا سيدنا. شو جنسه هذا؟ هذا من هافانا، كوهيبا. يعني من كوبا الثورية بالذات؟ من عند كاسترو بالذات، بعدين لا تنسى انه ملفوف على سيئان العزارة. الله عليك. ليش ما عم شوفك ابو نادي؟ اطلع من هالبوابة ابو عباس، المرة الماضية عزمتك على السهرة عنا بالفيلا وما اجي. طبعا ما بدي اجي، لاني كنت معزوم على سهرة اقسم من سهرتك. شلون يعني اقسم؟ إيه كان عندي قطتين بيفرجوا. اسمح لي يا ابو نادر، سهرتي كانت اقسم. شلون يعني؟ لانه كان بسهرتي ثلاث قطات بيقولوا للقمر قوم لنقعد مطرحك، وافرنجيات كمان. لا، اذا هيك عم تحكي الحق بايدك. ايه سيدي، قلي إمتى فضوا العروض عنكم؟ على الأغلب يا السبت يا الأحد. معناتها العرض اللي مقدمه أنا رح يكون أحسن شيء. إيه بجوز، ما بين شيء لسه. لا اسمح لي يا أبو عباس، اسمح لي إلا يعني لازم نحكي بصراحة، الله يرضى عليك. إذا ما بيطلع بإيدك خليني أدبر حالي. لك شو ما بيطلع بإيدي؟ شو جنيت أنت جنيت؟ الله يسامحك يا أبو نادر، ليش مين قال لك قدم على المناقصة؟ مو أنا؟ ولا نسيت؟ إيه لا ما نسيت، بس الواحد لازم يطمن على حاله. لا تخاف لا تخاف، أنا يلي بيطلع بإيدي، شغال لساتني. ولو شو صار كمان؟ خير يعني شو بده يصير؟ مثل العادة، يا واحد انعطاك، يا واحد أعطاك عمره، يا واحد نفت من إيدين عزرائيل. يا جماعة يا جماعة، والله العظيم صرت أقرأ الفاتحة كل ما بدي أطلع الشارع. بتعرفوا شو الخبرية المزعجة اللي سمعتها مبارح؟ شو هي؟ مبارح عنا بالحارة قاطعين 20 شجرة بينام عليها أكثر من 1000 عصفور. لا حول ولا قوة. يا لطيف. طيب وآخر تار؟ شو العمل؟ شو العمل يعني؟ هي قابلنا 3-4 مسؤولين وما طلع معنا شيء. أنا من رأيي يا جماعة تشوفوا مسؤول أكبر. مين يعني أكبر؟ أبو معتصي. أبو معتصي؟ إيه نعم. ليش ما بتروحوا لعنده وبتشوفوه؟ ومين قال لك ما رحنا لعنده؟ رحنا لعنده أول واحد وقال ما بيطلع بيده شيء. بجوز، بس من مدة 10 أيام أبو معتصم استلم منصب عالي كتير، يعني أهم من أبو عباس وأبو دباس. بدل مين استلم؟ استلم بدل أبو زاهي. شو هالحكي؟ بالله عن جد بدل أبو زاهي؟ مثل ما عم قلكم، بقى لما زرتوه بمكتبه ما كان يطلع بإيده شيء، بس هلأ هو الكل بالكل وكلمته ما بتصير تنتين، وبتليفون واحد بحل كل المشاكل. والله شيء بحييك. شو رأيكم يا جماعة؟ أنا رأيي ناخد موعد ونهنيه ونذكره بقصتنا. يعني فكركم رح نستفيد؟ أخي ليش ما تستفيدوا؟ الزلمة بإيده مقدرات البلد كلها. وشو رح يوصلنا لأبو معتصم وهو بهالمنصب الكبير؟ يا سيدي أنا بلكم، بتعرفوا الخياطة جورجيت يلي براس الحارة؟ طبعا. مرت أبو معتصم ما بتخيط إلا عندها. شو موبايل إيمو؟ إيمو ودي أخوان كمان معي مفاتيح. شاطر شاطر.
سيخ معدني مركبه بايدي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعطيك العافية سيدنا. السلام عليكم سيدنا. لوين رحتوا قبل ما تجوا لعندي؟ رحنا لعند الرفيق أبو عباس وأبو نادر وأبو منار. وشو قالوا لكم هدول؟ يعني قال ما بيطلع بيدهم. ولهالسبب اجيتوا لعندي آخر شيء مو هيك؟ إي نعم سيدنا، ونتمنى تنحل القصة على إيديكم. أيوه. وليش جايبين هذا الكسيحة معكم؟ حتى تستعطفوني عليه يعني؟ سيدي أنا مالي كسيحة، بس في سيارة ضربتني على الأوتوستراد وهربت. وأكيد حطيتوا القضية ضد شي مسؤول. لا سيدي، سجلناها ضد مجهول. سيدي عفوا، رأيكم مطالب أهل الحارة؟ لا 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 لا، بعرفها، لا تعذب حالك. يعني متذكرينها سيدي؟ ولك ليش أنتوا خليتوا جريدة بالبلد أو مجلة أو تلفزيون أو إذاعة وما شكيتوا لون؟ ولك يخرب بيتكم، حتى الجرائد الأجنبية نشرت أخبار حارتكم. يعني باختصار فضحتونا، بهدلتونا، نشرتوا غسيلنا الوسخ، نكستوا راسنا قدام الناس. العمى على الحالة؟ يعني ما صفي بالبلد غير مشاكل حارتكم؟ هاي ساحة الأمويين صار لها 5 سنين منكوتة وما حدا اشتكى. بقى شو صار لكم انتو؟ سيدي والله من حرقة قلبنا يا سيدي. بقى يا ريت سيدي تساعدونا بحل مشاكل حارتنا وما راح ننسى لكم هالفضل أبدا. ولك ما بتفهموا انتو؟ ما بتفهموا؟ ما اجيتوا لعندي هديك المرة وقلت لكم انا ما بيطلع بايدي؟ صحيح سيدي، بس الله يعزم اقداركم، يعني هلا جنابكم ترفعتوا وصار كل شيء بايدكم. ومين قال بالحكي؟ مين قال؟ وحيات الغوالي، وحيات الغوالي ما بيطلع بايدي. شو يعني؟ شو يعني مفتكرين انه انا احسن من يلي رحتوا لعندهم؟ ابدا لا تغركم المظاهر ابدا، اقسم بالله العلي القدير، اقسم بالله وحيات الغوالي انا ما بقدر اروح على التواليت الا حتى اخذ اذن من فوق، واذا رحت باخذ الموبايل الخاص تبعي معي. يعني سيدي ما بيطلع بايدكم؟ على الاطلاق يا ريت. على كل حال اهلا وسهلا فيكم والله معكم. سيدي معلش بدي اسألكم سؤال لو سمحتوا. تفضل اسأل خلصني. يعني اذا ما كان بيطلع بايدكم شيء ليش عم يرفعوكم؟ اسألهم لهم. طيب اذا كنتوا عفوا يعني رجل كرسي وما بتمونوا على شيء، شلون ترضوا على حالكم تبقوا بمنصبكم؟ لك ليش ما بتستقيلوا وبتخلوا واحد تاني يقعد مطرحكم يكون بيطلع بايده ويريحنا؟ خلاص ولك خراس تضرب بها الراس. لك شو خراس ولك؟ العمى على هالقصة مقصر وعصبه حامي، لك ومنزع ورا الطاولة على الفاضي وما بيطلع بايده شيء. ولك شو جنيت انت؟ جنيت يا حماد؟ مو انت بعظمة لسانك عم تقول ما بيطلع بايدك شيء؟ ما بيطلع بايدي شيء؟ طيب انا بفرجيك شو رح يطلع بايدي. بتاخذوني هالقرم على عندكم بتشربوهم فنجان قهوة مرة على كيفكم، وبتاخذوا راحتكم معهم على الاخر، وخاصه هذا ابو لسان طويل. قال ما بيطلع بايدي قال.